متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم، انا في هذا البث المباشر مدينة تطوان او من ضواحي تطوان بالضبط المنطقة الزرقاء الشهيرة المنطقة السياحية. مناظر جميلة متابعينا لعشاق الزرقاء بإقليم تطوان، مرحبا بكل متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا. نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذا البث المباشر من إقليم تطوان، هذه منطقة الزرقاء المسبح الشهير. أجواء جميلة متابعينا كما كتلاحظوا، كاين بعض الأسر والعائلات طبعا اللي كتجين هذا المنطقة للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل متابعينا. حنا معكم في هذا البث المباشر، شوفوا معنا الأجواء. طبعا كاين عدد ديال الأسر والعائلات اللي تيجيو يستمتعوا بهذه المناظر الجميلة متابعينا. نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة كذلك. هذا هو المسبح الشهير ديال منطقة الزرقاء بضواحي تطوان، مرحبا بكل متابعينا الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. هذه هي الزرقاء، طبعا شويه نقص الماء، التساقطات المطريه للاسف ملي كتكون الامطار الخير اللي كيكون الماء من هذه المنطقه كما كتلاحظوا من هذا الجبل، ولكن نظرا لغياب التساقطات المطريه القويه بالاقليم مازال يعني الماء نقش شويه، ولكن فضاء جميل متسبنا لعشاق الزرقاء. وسبق لكم عمتو في هذه المنطقه كبعد على مدينه طوال حوالي واحد العشرة ديال الكيلومتر تقريبا، فضاء جميل كل المقاييس لعشاق مسبح الزرقاء الشهير. هو مسبح طبيعي يعني مسبح ديال الله، هذا معدل مع عند الله هكا. طبعا تم اضافه بعض الكراسي من طرف المقاهي المقهى الشعبيه اللي معروفه هنا، كيجيو عائلات والاسر لعشاق الطواجن كذلك ديال الشطون الكوك ديال اتاي كما تيقولوا اتاي هنا في هذه المنطقه، وتيجيو مجموعه ديال الشباب متسبعين للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل. قوم انا متسبعين نعطيكم صوره مزاويه اخرى كما كتلاحظوا انه كاين عدد كبير ديال المواطنين في هذه الاثناء تيستمتعوا بهذه المناظر الجميله هنا في منطقه الزرقاء الشهيره، ونتمناو طبعا نزوروها. وقلنا وسبق لكم زرتوا هذه المنطقه، اذا مباشره من منطقه الزرقاء بضواحي تطوان، اجواء جميله متسبعين كما كتلاحظوا معنا هنا في هذا البث المباشر. فضاء كما قلت فضاء جميل، كاين عدد ديال المواطنين والزوار اللي تيجيو من هذه المنطقه. هي قريبه شويه لتطوان كما قلت، تقريبا واحد 10 ديال الكيلومتر من قلب تطوان الى منطقه الزرقاء الشهيره السياحيه. فضاء جميل بكل المقاييس لعشاق الطبيعه لعشاق الغابه لعشاق الواد، مرحبا بكم. طبعا هذا مسبح كما قلت تيجيو له مجموعه ديال العائلات والشباب، خصوصا في فصل الصيف كنملوا عن اخره. حتى دابا اليوم السبت مازال الصباح، وفي العشيه ديال الاحد او يوم الاحد عفوا كتكون الدنيا عامره من الان اخره. وفي هذه الاثناء كنشوفوا العائلات والاسر تيحطوا الرحال هنا للاستمتاع بهذا الفضاء الخريفي الجميل. اذا مباشره من منطقه الزرقاء متسبعين كنشوف طبيعي معكم في هذا البث المباشر، نعطيكم صور من زاويه اخرى لعشاق منطقه الزرقاء بضواحي تطوان متسبعين. احنا معكم في هذا البث المباشر، هذا فضاء جميل لعشاق هذه المنطقه، مرحبا. فضاء اللي تفتح الشهيه متسبعين نظرا للجماليه ديالو كما كتلاحظوا، الهدوء الجبل يعني منطقه جبليه 100%، يعني عدد كبير ديال الزوار تيجيو من هذه المنطقه. اليوم السبت طبعا مازال الدنيا خاويه مع منع التنقل اكيد، ولكن الساكنه ديال تطوان كتعرفوا 100%، وكاين بعض الزوار كذلك اللي تيحطوا الرحال هنا في هذه المنطقه الجميله. اذا مباشره من المسبح الزرقاء بضواحي تطوان، مرحبا بكل متابعينا الاوفياء داخل المغرب او خارج المغرب. قلنا وسبق لكم جيتوا لهذه المنطقه الجميله السياحيه كما كتلاحظوا، كاين فضاءات كاين مقاهي ومطاعم شعبيه، اللي يبغى طبعا يفوج انه يخرج من الروتين والضجيج ديال المدينه ويستمتع كذلك بهذه المناظر الجميله متابعينا، مرحبا بكم. طبعا منطقه الزرقاء هي هذه، يعني كاين مسبح على اليمين ومسبح على اليسار، كاين مقاهي كذلك هنا كما كتلاحظوا تطلع على هذا المنظر الجميل في اي اتجاه من تطوان. في تطوان بحال اللي ماشي في الطريق ديال الواد لاو منطقة كوينما وتطلع على هذه المنطقة الزرقاء، تقريبا واحد 10 كيلومتر 15 أعلى تقدير من هذه المنطقة. غادي نعطيكم صورة متابعينا من زاوية أخرى، فضاء جميل بكل المقاييس، نتمنوا تستمتعوا معنا متابعينا بهذا الفضاء الجميل هنا في منطقة الزرقاء، منطقة جميلة هادئة يعني عائلية صراحة 100%. غادي نقربوا المنطقة من زاوية أخرى ونعطيكم هذه الصور باش تعرفوا كيفاش دايرة الأجواء هنا متابعينا. كما قلت عدد كبير ديال العائلات والاسر تيجي، ولكن اليوم للاسف طبعا مع هاد كورونا توما ناس هاد المناطق هنا اللي كيشتغلوا في هاد المقاهي كيتشكاو بسبب غياب الزبناء بسبب هاد الجائحه. ولكن في الصيف كانت يعني واحد كانت حركه نسبيا، كاين شويه ديال الرواج. فضاء جميل طبعا، مناظر جميله، جو هذا جو طبيعي متسبعينا. نتمنوا لعشاق هاد المنطقه انتم كتشوفوا يعني فضاء جميل بكل المقاييس، يعني تفتح الشهيه بصراحه انه الانسان يجي يزور هاد المنطقه. وقولوا لنا وسبق لكم سبق لكم عفوا جيتوا لهاد المنطقه وزرتوها، واش بحرتوا فيها، واش عندكم شي معلومه عليها. هذه هي منطقه الزرقاء الشهيره بضواحي
تطوان، منطقه عفوا طبيعيه 100%، منطقه جميله روعه عائليه محترمه. طبعا كما قلت هنا كاين المطاعم الشعبيه، الناس كتعجبها الطواجن ديال الشطون، اتاي الطواجن ديال الكامبال، الكفته مع العموم. كاين ناس اللي كتجيب الاكل ديالها وكتكونسومي هنا، مثلا كتطلب اتاي قهوه، ولا عاده الناس كتستعمل اتاي في الدرجه الاولى، لان القهوه يسن تيشربها في دارو. منظر جميل بكل المقاييس، متبنى هنا في المسبح الشهير ديال منطقه الزرقاء، مع هذه الرسومات التحيه للطلبه ديال معهد الفنون الجميله اللي هايقه، يعني داروا هذه المبادره الجميله هنا في هذه الرسومات الحائطيه كما كتلاحظوا، صور جبليه ديال المنطقه جميله وجميله بزاف. اذا متبعينا مباشره من منطقه الزرقاء المسبح الشهير، طريق لا طريق مصلوحه يا اخي، ربما تورية طريق مصلوحه وكتوصل حتى للزرقاء. قديم طبعا كانت المنطقه ديال الزرقاء ما مصلوحاش، الان تم اصلاحها وكاين الطريق، كاين حتى الطوبيس بالنسبه للناس اللي بغاو يطلعوا في النقل العمومي. غادي نقربوا معكم متابعينا وتشوفوا معنا هذه المناظر الجميله هنا في منطقه الزرقاء. اسماعيل كيقول انا جاي ليها، مرحبا. منطقه الزرقاء منطقه جميله كتمتاز بالهواء النقي طبعا، وكل يعني بصراحه منطقه جبليه 100%. هانتوما كتلاحظوا هذا الوديان وهذه المناظر الجميله متابعينا، نتمنوا تقضوا معنا اوقات جميله وتعجبكم هذه المناظر. كاين كما قلت كاين مقاهي شعبيه، كاين لعشاق كما كتسمعوا الصوت كارير ديال المياه، اجواء جميله متبعينا. اذا مباشره من منطقه الزرقاء بضواحي تطوان، عين الزرقاء، مسبح الزرقاء، البيسينه ديال الزرقاء راه معروفه. غادي نحاولوا نقطعوا في هذه الجهه نمشيو للضفه الاخرى متبعينا، نعطيكم هذه الصور الجميله هنا في هذا المسبح. منطقة هادئة ما شاء الله لعشاق هذه المنطقة. وسبق لكم زرتوها، سبق لكم بحرتو يعني عمتو فيها، لأن منطقة ديال الزرقاء معروفة بالمسبح ديالها، ماشي هذا الفوقي، يعني هذا ما تيعوموش فيه الحقيقة، ولكن المسبح اللي جا الفوق من بديت اللايف هو اللي تيعوموا فيه الناس. إسماعيل كيقول كنت كنبيع الدلاح فيها، مرحبا. لا طبعا توريا كتقول مشات هذه شحال، انا كنأكد لك اختي انه الطريق مصوبه مزيان، تصوبت في السنوات هذه اعتقد سنتين على اعلى تقدير باش تصوبت هذا الطريق. اذا مباشره من منطقه طبعا المنظر طبيعي 100%، اجعل مكان احسن مكان، فضاء جميل متابعينا. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه وحنا معكم في هذا البث المباشر من منطقه الزرقاء. اذا مرحبا بكل المتابعين الاوفياء وكل الزوار. وسبق لكم زرتوا هاد توريا كتقول مشيت من المنطقه جوج المرات، جايتي لي فشي عوم الله يعطيك ما تمنى امين. خويا نور الدين اسمع على مسمى، منطقه جميله متابعينا، فضاء جميل كل المقاييس. غادي نعطيكم صوره مزاويه اخرى باش تعرفوا الموقع ديالنا في هاد المنطقه فين حنا بالضبط. منطقه جميله تيجيوها العائلات والاسر، المسبح الفوق اللي جا الفوق عائلات تيجيو، كاين ناس اللي كتجي طبعا كتجيب الاكل ديالها وكتطلب اتاي هنا ولا شي حاجه، وكاين ناس اللي كتطلب الشطون كذلك، طويجنات ولا شلاضه طبيعيه. يعني طبعا هنا الامور بيو، يعني من الافضل ان الانسان يجي يطلب شي حاجه اللي هي طبيعيه. اذا مباشره من منتجع ومسبح الزرقاء بضواحي تطوان متبعينا، اجواء جميله، فضاء جميل في هذا التوقيت. طبعا تيجيو العائلات، هذا هو الناس اللي كتجي تبغي تتغدى هنا في هذا التوقيت، هذا تيجيو تيستمتعوا بهذه المناظر الجميله، لان منطقه جبليه كما كتشوفوا معنا متبعينا، فضاء جميل بكل المقاييس. نتمنوا تستمتعوا معنا، نتمنوا يعني تاخذوا قسط من الراحه في هذه المساريه اللي كنديروا معكم متبعينا في هذا البث المباشر من منطقه الزرقاء بضواحي تطوان. غادي نمشيو للجهه اخرى، للمسبح من جهه اخرى متبعينا، تاخذوا يعني فكره على الموقع بالضبط ديال هذه المنطقه ديال الزرقاء فين جا. جا بضواحي تطوان، كاين المسبح الاول والمسبح الثاني كما كتلاحظوا معنا، فضاء جميل بكل المقاييس. طبعا هنا الجهه هذه دنيا خاويه، مي المناطق الاخرى كاين المسبح عفوا اللي جا في المنطقه الاخرى فيه بعض العائلات والشباب اللي تيستمتعوا بهذا الفضاء الجميل. عائشة كتقول فين جات بالضبط؟ تطوان في الطريق اللي ماشى لكويلما بحال تمشي لوادلا، وكتسقسي على الطريق ديال الزرقاء، أي واحد غادي يوري لك الطريق ديال الزرقاء أستاذتي، وعاد طلعي نيشان، الطريق مصوبة، كاين السيارات، يعني عدد كبير ديال الناس
تيجيو بالسيارات ديالهم هنا وكيجيبوا العائلات ديالهم. فضاء جميل بكل المقاييس. هذا الفضاء الناس كتجي كتاكل هنا، كتفطر الناس، كتغدى كل واحد في العشيه. المهم يعني فضاء تيتستعمل 24 ساعه 24 ساعه. ونتمنى تقضي معنا اوقات جميله متابعينا. حنا معكم في هذا البث المباشر هنا من منطقه الزرقاء الشهيره. فضاء جميل. نتمنوا من جهه المسؤوله خصها الجماعه ديال الزيتون، اعتقد تبع ترابيا تبع الجماعه ديال الزيتون، انه خصها شي اصلاحات، خص شي ترميم، خص بزاف ديال الامور، لانه خص الامور تخذ بعين الاعتبار. هذا هو المسبح الثاني متابعينا. حنا معكم في هذا البث المباشر. كما كتلاحظوا كاين عائلات، كاين ناس اللي كتستمتع بهذا الفضاء الجميل. نتمنوا بالفعل طبعا شي طبيعي، تما كتشوفوا الجبال، يعني الفضاء فضاء جميل. اقل من 15 كيلومتر تقريبا كتوصلنا على هذه المنطقه من تطوان الى منطقه الزرقاء. كما كتشوفوا معنا يعني عدد كبير ديال المواطنين طبعا وشباب اللي تيحطوا الرحال هنا للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل. اذا متابعينا احنا مازال معكم في هذا البث المباشر مباشره من مسبح الزرقاء. نتمنوا تقضي معنا اوقات جميله. طبعا متابعي قنشوف تيفي احنا معكم مباشره من المسبح ديال الزرقاء بضواحي تطوان، حوالي 15 كيلومتر كتوصلنا من وسط المدينه لهذا المنتجع السياحي الطبيعي منطقه الزرقاء، اللي تيجي له عدد كبير ديال السياح من داخل الوطن وخارج الوطن. طبعا كاين بعض المتتبعين ديال الاوفياء اللي تعرفوا المنطقه، ولكن نتمنوا بالفعل متابعي قنشوف تيفي تقضي معنا اوقات جميله في هذا البث المباشر هنا من منطقه الزرقاء بضواحي تطوان. كما تلاحظوا معنا انه كاين عدد كبير ديال المواطنين والاسر والعائلات اللي تيحطوا الرحال للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل. اكيد مسبح ديال الزرقاء تيكون ملوء عن اخره في فصل الصيف، لكن جينا في هذه اللحظه بالضبط في فصل الخريف. وانتم كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره الان، مجموعه ديال الشباب والعائلات اللي تيحطوا الرحال للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل. اذا متسبين احنا مازال معكم بهذا الفضاء الجميل. هذه منطقه الزرقاء، يعني الطريق كتوصل حتى هنا، يعني كاين السيارات تيوصلوا، كاين وسائل النقل العمومي طبعا فيما يخص الطوبيس، يعني الطوبيس تتوصل حتى هذه المنطقه. وكما قلت يعني كيجيو مجموعه ديال العائلات والشباب والاسر تيستمتعوا بهذا الفضاء الجميل. اذا متسبين نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذا البث المباشر من منطقه الزرقاء. دائما فضاء جميل طبيعي 100%. للاسف انه المياه نسبيا ناقصه حيت ما كاينش تساقطات المطريه، ولكن ملي كتكون تساقطات المطريه قويه اكيد كل المسبح ملوء عن اخره، وكاين يعني عدد كبير ديال الاسر كما كتشوفوا، يعني عائلات وشباب وشابات مختلف فئات العمريه تيجيو تيستمتعوا بهذا الفضاء الجميل هنا متسبعينا في منطقه الزرقاء. اذا دائما احنا معكم في هذا البث المباشر. نتمنى تقضيوا معنا اوقات جميله في هذه الدردشه. كنا معكم مباشره من طبعا محمد تشجيع السياحه واجب وطني. اكيد عندنا فضاءات جميله، غير خصنا العامل ديال النظافه، العامل ديال الاثمنه تكون معقوله، عاود ما يكونش اثمنه اللي بعض المرات كتلقى شي اثمنه اللي على اي سياحه نتحدث، كتلقى الناس طبعا تتشكى الاسف كتقول لك انا الازمه، ولكن ملي كتمشي تسقسي كتلقى شي اثمنه خياليه ما يمكنش تلقاهم حتى في وسط المدينه. اذا ما بغيناش عاود يكون ديك الاثمنه اللي هي خياليه كتاسف، هذا هو الاهم. اذا مباشره من منطقه الزرقاء دائما متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر. نتمنوا تقضي معنا اوقات جميله وتستمتعوا معنا بهذه الفضاءات الجميله هنا في منطقه الزرقاء دائما. احنا في شوف تيفي طبعا تنحطوا الرحال لمجموعه ديال المناطق للتعريف كذلك بالمناطق السياحيه. كاين بزاف ديال الناس اللي ما تعرفوش مثلا هذه المنطقه، هذه هي منطقه الزرقاء بضواحي تطوان، فضاء جميل كل المقاييس، هواء نقي 100%. نتمنوا للناس تاخذ الامور فريمون بالنسبه بجديه بالنسبه لاصحاب المقاهي والمطاعم كذلك، تكون اثمنه في المتناول ديال الزوار. الطاجين ديال الشطون هنا ديال دو بيغسون تقريبا تيدير 335 درهم، 35 درهم الطاجين. طبعا اغلبيه ديال الناس تيجيو مرحبا طه، شكرا لك اخي على هذا البات اللي خليتينا نكتشفوا في هذه البلاصه الزوينه. طبعا منطقه جميله بكل المقاييس بصراحه، منطقه جميله تيجيوها الناس، يعني فضاء جميل، هواء نقي 100%. ونتمنوا كذلك انه الجهات المعنيه انها تحاول تقوم باصلاحات في هذه المنطقه، اللي منطقه سياحيه مهمه وفضاء جميل، ولكن تلاحظوا يعني غياب وسائل ديال النظافه. خاصه الجماعه القرويه ديال جماعه الزيتون الحقيقه خاصها تقوم بالمهام ديالها، لانها تابعه ترابيه لجماعه الزيتون. الزيتونه جماعه الزيتون بضواحي تطوان على العموم. اذا متابعي قنشوف تيفي احنا معكم في هذا البث المباشر من دائما من منطقه الزرقاء
التابعة ترابيا لجماعة الزيتون القروية. نتمنوا بالفعل الجهات المسؤولة أنه يعني تقوم بالواجب في الحقيقة، نقص النظافة الأهم هو النظافة متابعين، لأن كاين مجموعة ديال الأسر والزوار التي تحط الرحال للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل. ونتمنى وكذلك نشوفكم في مباشر اخر تكون الدنيا طبعا عامره، خاصه في فصل الصيف درنا مباشر في فصل الصيف. مرحبا، درنا المباشر في فصل الصيف اللي كانت الدنيا طبعا عامره رغم الجائحه، لان كاين حركه كبيره كتعرفها هذه المنطقه، تيجوا عدد كبير ديال الزوار المتبعين، الناس ديال المنطقه داخل الوطن وخارج الوطن للاستمتاع بهذا الفضاء الجميل. اذا دائما المتسابقين غنشوف طبيعي احنا معكم في هذا البث المباشر من منطقه الزرقاء بضواحي تطوان، فضاء جميل بكل المقاييس. نتمنوا بالفعل انه يتم سيروره ديال الوضع خاصه فيما يخص العامل ديال النظافه، لان كنلاحظوا طبعا يعني مجموعه ديال النفايات والاوساخ هنا، ما هي مساله مسؤوليه ثنائيه في الحقيقه ديال المواطن وديال الجماعه، لان حتى المواطن خصو يكون عاود ضابط الامور ديالو كما تنقولوا، يحافظ على هذه الفضاءات، والجماعه طبعا خصها تكون لها بالمرصاد، لان الدور ديالها انه هو حمايه المواطن، حفاظ على النظافه ديالو. اذا المتسابقين غنشوف طبيعي دائما احنا معكم في هذا البث المباشر من منطقه الزرقاء، فضاء جميل بكل المقاييس، طبعا فضاء اللي هو جميل بصراحه، جو جميل 100%. اذا طبعا دائما تنعطيكم مباشر مجموعه من المناطق الجميله في المغرب، هذه منطقه الزرقاء بضواحي تطوان، فضاء جميل بكل المقاييس. منو تستمتعوا معنا متسابقين بهذه الصور الجميله. هل عموم انتظروني بعد قليل في مباشر اخر، كان معكم معتكف كالعاده، الى اللقاء في مباشر اخر.